رمضان مبارك على الجميع. مثل ما شايفين اليوم وصفتنا طبعا ما فينا نستغني عنها بشهر رمضان، هي المعروك. حبيت أعملكم بالتمر لأنه كتير بحبه. وحتى تشوفوا كل شي عم نزله على القناة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لها سبسكرايب لايك وشير. هلا خلونا نبلش. أول خطوة رح نعملها هي نتأكد من فاعلية الخميرة. طبعا أنا بدي أحط معيار المي، بدي أخلطه مع العجين مع السكر، شوية سكر والخميرة. بدي حركهم منيح، المي لازم تكون فاترة. حرك منيح حتى تدوب الخميرة والسكر سوا، بعدين بغطيهم بتركهم بحدود الربع للتلت ساعة، بتبلش الخميرة تتفاعل وتشكل طبقة رغوة على الوش. إذا تشكل طبقة الرغوة معناتها الخميرة فعالة، إذا ما تشكلت معناتها الخميرة أبدا ممنيحة وما بنستخدمها، بنرجع بنجيب واحدة جديدة وبندخلها بقلب الوصفة. مثل ما شايفين هيك صارت الرغوة، معناتها الخميرة عنا فعالة وبنبلش شغل. بنجيب أول شي جات الإزاز يلي بدنا نعجن فيه، بنحط طحين تقريبا نص كيلو، راح أحطلكم المقادير كلها بصندوق الوصف. هون عنا المحلب والسكر، حليب البودرة ورشة ملح. مثل ما شايفين أنا بحط الملح مع المكونات، ما بدي أخلطه مع الخميرة حتى ما تبطلها مفعولة. طبعا كمية السكر الداخلة بقلب الوصفة فيكم تتحكموا فيها انتو حسب ما بتحبوا حلاوة العجينة تبعيتكم. بنحرك المقادير كلها سوا، بعدين بنعمل مثل جورة صغيرة ونحط بقلبها بيضة والخميرة اللي عملناها مع المي، وبدي احط كمان خليط من الزبدة والسمن الحيواني وبنقلب وبنصير بنعجن العجينة. لو احتاجت شوية مي ممكن نضيف حسب ما تاخد معكم العجينة. أنا ضفت شوية مي زيادة عن العيار بحدود تقريبا النصف فنجان صغير. أول خطوة بنبلش بنقلب المكونات حتى يغب الطحين كل السوائل، بعدين بنحط على الطاولة بنبلش نعجن. مرحلة العجن بحدود العشر دقايق حتى تصير معنا عجينة ناعمة وملسة. هيك صار معنا الطحين غب كل المكونات والسوائل. هلأ بنبلش بنعجن. مثل ما شايفين العجينة بتحسوها ناشفة ومقطعة، بس شوي شوي بدها تصير ناعمة وملسة. هاي طريقة العجن، ما نقطع العجين، بنمدها بهالشكل وبنكورها وبنرجع بنعجن. لو عندكن عجانة فيكن تعجنوها على العجانة، بس أنا بحب أعجن على إيدي لأنه بحرارة الإيد العجينة بتصير ملسة أكتر. وهيك بلشت العجينة مثل ما شايفين طريت معنا. كل ما عجننا أكتر كل ما كان أفضل. وبعدين بدنا نتركها ترتاح وتتخمر بحدود تقريبا النص ساعة لساعة حسب الجو اللي عندكم. فيكم تحطوها بجو رطب بتتخمر بسرعة. هلا بنرش شوية زيت وبنمسح الزيادة، ما بدي كتير كتر زيت، بس انه عشان ما تلزق العجينة بقلب الجاط. بدهنها كمان بالباقي اللي بإيدي وبحط العجينة وبغطيها منيح بورق نايلون، بحبس الهواء بشكل كتير منيح. بعدين بنحطها بمكان دافي ورطب حتى تخمر بسرعة. أما إذا عمهلكم فيكن تحطوها بدرجة حرارة الغرفة لبين ما تجهزوا الحشوات اللي بدكن تحشوها بتكون تخمرت. هلا انا بحب حشوة التمر، رح احط تمر منزوع النواة طبعا ومطحون، بدي اخلطه مع زبدة. الزبدة يعني لعتين تقريبا شي 25 جرام. نخلطها مع التمر حتى لانه التمر وقت بده ينشوى بقلب الفرن بتحسوا انه بينشف سوائله، فانا بحب احط زبدة حتى يضل طري. ممكن ترشوا بهالمرحلة كمان رشة قرفة. وهيك بنكور عدة كور بأحجام متساوية. بعدين هيك عجينتنا تخمرت مثل ما شايفين كيف الهواء دخل لجواتها. هلا بنقسمها قسمين. طبعا هالعيار بكفي صينيتين من اللي أنا بدي أعمله. الصينية اللي عملتها أنا قياس تقريبا 17-18 سنتي. إذا بتكون حجم كبير فيكن تعملوه أو فيكن تكوروهم تحشوها مثلا لوتوس نوتيلا اي حشوة بدكن ياهن. هلأ بنمد العجينة بسماكة، يعني السماكة انتو بتتحكموا فيها، بدكن المعروك يطلع كتير نافش بتخلوها اسمك ما
من هيك انا بدي اعملها يعني وسط، ما بدي كتير كمان عجين، بنقطعها بقطعة دائرية، بعدين بنجيب الدوائر التمر يلي عملناهن وبنحطهم بقلب الدوائر وبنسكرهم بهالطريقة. بنجيب مقص وبنقص من تحت حتى تطبق العجينة على بعضها، نتأكد انه لزقت العجينة حتى ما تفتح ويخرب شكلها بهالطريقة. وبعدين نحطهم بقلب الصينية، أنا جبت صينية مربعة دهنتها زبدة أو رينج حطيتها، بعدين صفيت بقلبها الدوائر. هلأ رح تحسوا في فراغات بقلب الدوائر، ما في مشكلة لأنه العجينة رح تتخمر وتكبر معكم، فأنا بدي صف أربع أربع بكل صف، بيكون بيناتهم فراغات بس رح يلزقوا بقلب بعضهم. إذا بتحبوا تصغروا الطابات أكتر ممكن تحطوا 5 دوائر، هذا الشي بيرجع لكم. بعد هالعملية أنا بتركها كمان العجينة بقلب الصينية بحدود النص ساعة، بعدين بخبزها، بتكون العجينة تخمرت أكتر. وهيك صفيتهم، بتركهم هلأ شوي يتخمروا. وهلأ بجيب بيضة مخفوقة وبدهن الوش، فيكن تحطوا للبيضة فانيلا إذا ما بتحبوا طعمة البيض، او نسكافيه في ناس حتى تعطيها لون حلو، انا خفقت بس بيضة. بعد ما ندهنها هلا بندخلها للفرن، قبل طبعا بدي رش رشة سمسم. بندخلها للفرن وبنخبزها على درجة حرارة بين 170 ل 180 لمدة تقريبا 12 دقيقة حسب الفرن تبعكم، ممكن تاكل اكتر ممكن تاكل اقل حسب حرارة الفرن. هيك رشينا السمسم بعدين دخلناها على الفرن وطلعت بهالشكل. هلأ بنحرر الرينج تبعنا، انتو شايفين رح يطلع بسهولة لأنه دهناه زبدة فما بتعلق كتير. هيك صار شكله كتير مهضوم، وهيك أسهل بالأكل طبعا، بياخد كل واحد قطعة صغيرة. هلأ أنا هون عم بدهنها مروار شفاف، فيه طعمة حلاوة بيعطيها لمعة للمعروك. بدكن ممكن مربى مشمش تدهنوها كمان نفس الشي بتعطيكن. انا هاي الطريقة بتحافظ على المعروك على طراوته وبتعطيها اللمعة والطعمة كمان. طبعا هاي الخطوة اختيارية. وهيك صارت معروكتنا جاهزة، ان شاء الله يكون عجبكن الفيديو، وبذكركن اخر فيديو اكيد ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا شير للفيديو وتشتركوا بصفحاتي وصفحات دانيا، الروابط كلها بصندوق الوصف. شكرا كتير للمتابعة.